بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، آمين. سنكسار، اليوم 21 من شهر أمشير المبارك، تذكار القديسة العذراء مريم والدة الإله، استشهاد القديس أونسيموس تلميذ القديس بولس الرسول، نياحة البابا القديس غبريال الأول البطريرك السابع والخمسين من بطاركة الكرازة المرقسية، نياحة القديس زخارياس أسقف سخا. تعيد الكنيسة اليوم بالعيد الشهري لوالدة الإله القديسة مريم العذراء التي منها كان الخلاص لآدم وذريته، شفاعتها المقدسة فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضا استشهد القديس أونسيموس تلميذ القديس بولس الرسول، وترجمة اسمه تعني نافع، وقد كان عبدا للقديس فيليمون الذي كان من المسيحيين البارزين في كولوسي، والقديس فيليمون هو تلميذ للقديس بولس الرسول وقد أقامه الآباء الرسل أسقفا على كولوسي. أغوى الشيطان قلب أونسيموس فسرق أموالا من سيده فيليمون وهرب إلى روما، وهناك سمع عن القديس بولس الرسول فتاب واعتمد على يديه، ثم خدم معه شماسة وأرسله القديس بولس ثانية إلى كولوسي، ومعه رسالة إلى القديس فيليمون يطلب منه فيها أن يقبل أونسيموس لا كعبد بل كأخ، وكان مرافقا له في هذه الرحلة القديس تيخيكوس، وبعد أن نال السماح من سيده عاد إلى روما. ويقول التقليد أن القديس أونسيموس أصبح فيما بعد أسقفا على بيرية، وبعد استشهاد القديس بولس الرسول قبض على القديس أونسيموس بأمر الإمبراطور ونفي إلى إحدى الجزائر، وهناك صار يعلم ويعمد الناس، فلما سمع حاكم الجزيرة بذلك ضربه وأمر بكسر ساقيه، فتنيح ونال إكليل الشهادة، بركة صلواته فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضا من سنة 920 ميلادية تنيح القديس البابا غبريال الأول البطريرك السابع والخمسون من بطاركة الكرازة المرقسية. ولد هذا القديس بقرية الميه، وهي الماي تابعة لشبين الكوم محافظة المنوفية، وترهب بدير القديس مكاريوس الكبير، وكان محبا للانفراد كثير البكاء، طالبا من الله أن ينجيه من مكائد الشيطان. ولما ذاع صيته وفضله اختاروه بطريركا، ورسم يوم 21 من بشنس سنة 909 ميلادية، فأخذ يهتم بشؤون الكنيسة، ولم تعطله مهام البطريركية عن عبادته ونسكه، إذ كان يقضي أغلب الأيام في البرية، وكان يجاهد ضد الجسد والشيطان بالإكثار من الصوم والسهر والصلاة والتواضع، وظل على هذا الحال عابدا ومجاهدا وواعظا 11 سنة، ثم تريح بسلام، بركة صلواته فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضا تنيح القديس زخارياس أسقف سخا، كان ابنا لكاتب يدعى يوحنا، ترك وظيفته وأختير قسة، فرب ابنه زخارياس على الإيمان المستقيم مع العلوم الكنسية والأدبية، ولما كبر عينه الوزير كاتبا بديوانه، وبعد ذلك اتفق مع صديق له اسمه أبلاطس كان واليا على سخا أن يتركا عملهما ويذهبا إلى البرية للرهبنة، واتفق حضور أحد رهبان دير القديس يحنس القصير، فعزما على أن يذهبا معه إلى ديره، فعلم الوالي بذلك ومنعهما، فخرجا خفية
وسارا إلى البرية دون أن يعرفا الطريق، فقابلهما أحد الرهبان وصحبهما إلى دير القديس يحنس. فلما علم أصدقاؤهما أخذوا من الوالي كتابا ليرجعوهما، فبدد الرب مشورتهم. أما زخارياس وصديقه فلبسا الثوب الرهباني وأجهدا نفسيهما في عبادات كثيرة. وكان ذلك في أيام القديسين أبرام وجورجي من قديسي برية شهيد في القرن السابع الميلادي، اللذين كانا خير مرشد لهما. ولما تنيح أسقف أوسخا كتب الشعب إلى البابا البطريرك يطلبون رسامة الراهب زخارياس أسقفا عليهم، فاستحضره ورسمه أسقفا رغما عنه. اهتم هذا الأب بافتقاد شعبه ووعظه وتعليمه، كما وضع مقالات وميامر كثيرة، وأقام على الكرسي 30 عاما، ثم تنيح بسلام: بركة صلواته فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا، آمين. دفنار اليوم 21 من شهر أمشير المبارك. تذكار العذراء مريم في كل شهر. 7 أبواق تبوق وصارت آيات وعجائب كثيرة. 7 رعود أعطت أصواتها فسمع يوحنا بأن لا يكتب هذا. 7 ختوم في كتاب مختوم لم تقدر جميع الطغمات أن تفتحه. وكانت الملائكة في قلق لأنهم لم يقدروا أن يفتحوا الكتاب. اسمعوا يوحنا إذ قال: لما أقبل الحمل ففتح الختوم. صوروا لكم كرامة هذا الكتاب، لأنه يشبه مريم ابنة يواقيم، وختوم هذا الكتاب بالطاهر تشبه طهارة بتوليتها. 7 أحرف في اسم عمانوئيل، وهو الحمل الذي حل في مرت مريم. 7 طغمات في الكنيسة التي بنيت على اسم مرت مريم. 7 ختوم كانت في الباب الذي رآه حزقيال. 7 منائر ذهب تضيء في السماء، و7 مصابيح تضيء عليهم. اسمعوا يوحنا الإنجيلي ينطق بكرامة مريم العذراء: السلام لك يا مريم الملكة الحقيقية، السلام للعذراء أم مخلصنا، السلام للخدر السمائي، السلام للمركبة الطاهرة الشاروبيمية، السلام للكرم الذي لم يفلح فأين علنا منه عنقود الحياة، السلام للتي ولدت النور الحقيقي، الجبل العقلي، القبة الطاهرة، السلام للتي استحقت أن تسمع صوت غبريال مسلما عليها، السلام للتي صارت مبشرة للضالين لكي يرجعوا مرة أخرى، السلام للتي كرز إشعياء من أجلها قائلة: هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا، السلام للتي أعطت خبز الحياة وكأس الخلاص الذي للدم الطاهر، السلام لك أيتها الكوكب اللامع لأن المسيح ربنا تجسد منها، السلام للرمان العقلي الحسن المفرح لقلوب طالب الرب، السلام لك أيتها السيدة أم مخلصنا التي صنع الله له هيكلا فيها، السلام لك يا مريم فخر الأمهات، السلام للعذراء فرح العالم. ونحن أيضا نطلب أن نفوز برحمة منك عند محب البشر ليغفر لنا خطايانا. وفي هذا اليوم تنيح الأنبا غبريال البطريرك والأنبا زخارياس الأسقف وشهادة الأنبا أونسيموس المحارب العظيم لمدينة الإسكندرية ولجميع كور مصر وإلى حدود الحبشة، أبونا القديس الأنبا غبريال العظيم في البطاركة الذي أظهره الرب في زمان الغلاء، إذ كان يأمر الشعب أن لا يخاف من عذاب هذا الزمان الزائل، وأكمل سيرته بتواضع عظيم وتنيح مع كافة القديسين في كورة الأحياء. وفي هذا اليوم عينه أكمل جهاده الحسن
أبونا القديس الأسقف المغبوط الأنبا زخارياس، هذا الذي صار لشعبه ميناء خلاص يدعوهم باستبشار للحياة الأبدية. طيب فضائله أعطى فرحا لنفوسنا مثل الرسل في تعاليمهم وحدودهم وقوانينهم. كل أنفس الأبرار وصفوف الملائكة تجتمع معنا اليوم في تذكار هذا الأسقف. وفي هذا اليوم المبارك قد نال الإكليل غير المضمحل القديس أنسيموس تلميذ أبينا بولس الرسول، هذا الذي صار كاهنا وكارزا باسمه القدوس وصنع معجزات وعجائب وآيات، وقد مدحه الرسل من أجل صبره العظيم والأتعاب التي نالها، وأكمل جهاده العجيب لما نفوه ونال الإكليل غير الفاسد في أورشليم السمائية. اطلب من الرب عنا ليغفر لنا خطايانا.